كانت مغامرة مني ان انا اقبل الوضع او ان انا اروح ايستر كومباني لما الادارة كلموني وعن طريق الوكيلي محمد عبد الحميد. قابلت الادارة كانوا مجتمعين واتكلمت معهم. قابلني طبعا مهندس نصر عزيز رئيس النادي. وجدت فيهم يعني تمسكهم بيا وخاصة المهندس ناصر واقتنعوا بيا وان هم يعني شايفين الموضوع صعب انما مش فقدان الامل يعني. وانا اتكلمت معهم بكل صراحة قلت لهم خلي بالكم انا يعني هقبل المهمة بس ده مش يعني مش معناه ان انا معايا العصاية السحرية ان انا هنكسكم على طول. هناخد وقت وهنفضل لغاية النهاية بنصارع الهبوط انما مش هنرمي الفوطة. هو يعني عارف إحاء كده جالي ومن عند ربنا وثقة في ربنا سبحانه وتعالى وثقة في شغلي وإن إحنا نقدر نعمل حاجة. وكان يعني قلت هشوف اللاعبين وشوف الدنيا فيها إيه وكنت بتفرج على كذا مباراة وقتها غالبا كنت مرتبط كمان بتدريب النادي للقناة واستأذنت الإدارة وناس محترمين جدا لأني لقيت نفسي برضو أنا كنت دايما في الدار الممتاز مع الداخلية ومع أسوان ومع إنبي. فوجئت ان انا تحت في القسم الثاني مش حاسس ان انا طبعا بقالك سنين طويله في الدوري العام فاكيد مش مكاني وزعلان ان انا شايف ان انا مش للدرجه دي ان في انديه في الدوري الممتاز ما تطلبنيش. طب ليه ما يعني انت ليه يعني اقدمت على الخطوه دي ليه قبلت ان انت تدرب في دوري الدرجه الثانيه؟ انا بحب اشتغل يعني جربت انا قعده البيت في الفتره اللي هي ما بين الداخليه وبتروجيتا ان انا برضو كنت مسكت بتروجيتا درجه تانيه ما بين الفتره ما بين الداخليه وبتروجيتا كانت فتره طويله فما كانش ينفع ان انا اقعد. بعد بتروجيتا رحت اسوان دوري ممتاز وبعدين طبعا كان قرار غريب بتاع اداره اسوان ان ما كملش الدوري رغم ان انا كنت بقول لهم ان احنا هنبقى في الدوري انما كان ليهم قرار غريب جدا. وبعد كده بقى لما مشيت من اسوان جه بتوع القناه بيكلموني كان في كذا حد كان قبليها الانتاج الحربي بس كان الانتاج برضو كان تاكد هبوطه وان انا امسك فضلت القناه بتوع القناه فاخترت القناه فقلت اشتغل افضل من ان انا اقعد في البيت يبقى انا اسمي موجود وبطور برضو من نفسي يعني. تمام. بالنسبه انت كنت دلوقتي بتتكلم ان في ثقه من الاداره فيك هل انت في وقت من الاوقات بصراحه وانا عارف ان انت دايما صريح شعرت ان مثلا الاداره ما فيش ثقه في مشروعك فاللي هم بيكلموا مدربين تانيين؟ لا هو وصل لي في وقت معين ان بس مش من الاداره حد من خارج الاداره بمعاونه واحد حد من الاداره وده يعني بدون ذكر اسماء ان فكروا ان هم يعني بيجهزوا بديل لعلاء عبد العال. كان في فتره كده النتائج يعني بس النتائج مش موجوده انما الاداء كان موجود. تحدثت سريعا مع المهندس نصر عبد العزيز وقتها وقلت له في كذا كذا قال لي لا ما فيش اي حاجه من دي واذا حد عمل كده من خارج الاداره احنا واثقين فيك تماما ومتمسكين بيك لغايه ما المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادي بالظبط كده واكتر من حد يعني لا اشتغلت يعني ما تهزتش لان انا شايف انا بشتغل ازاي. وبعدين انا عملت حاجه جديده ان انت تروح وتستغنى عن قوام 17 لعيب بالظبط في وسط الموسم وتجيب 20 لاعب ده شيء نادرا اما يحدث لان انت هتلحق تجيب انسجام منين وتجيب القدره على التفاهم بسرعه بين اللاعبين وانت في موقف كمان صعب. وبعدين اللعيبه اللي انت جايبهم ايه؟ يعني جايبهم لعيبه ما بتلعبش في انديتها